ماذا تعرفون عن عدنان عرعوف؟ وهل هو من العلماء؟ عن من؟ عدنان عرعوف. عدنان عرعوف ماذا تعرف عنه؟ هل هو من العلماء؟ نعم. ماذا تعرف عنه؟ هل هو من العلماء؟ عدنان عرعوف ولا يعتبر من العلماء. نعم. وانا اعرفه عندما كنا في ارض الحرمين واجب، ولكن الناس لا يميزون بين العالم وبين الواعظ، وكتاباته رديئة جدا، وقد قلنا له يتراجع عما أثنى به على السيد قطب، وعما يخالف فيه منهج أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعد بذلك. ثم ما أظنه وفى، والله المستعان. نعم.